أستاذة نسرين، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا فندم. يا أهلا بيك يا فندم، اتفضلي. أهلا بحضرتك، بعد إذنك ممكن أكلم الشيخ؟ اتفضلي. اتفضلي. بعد إذنك أنا كان عندي سؤال، يعني وأنا كنت متجوزة جديد يعني ومش عندي الصبر يعني أنا أستحمل يعني الضغوطات اللي بتبقى في الحياة الزوجية عامة يعني أو المشاكل، وخصوصا إن أنا حامل جديد، فعلى طول عصبية على طول مش قادرة أصبر، وكل شوية يعني ببقى عايزة أمشي أروح بابا وكده يعني، فأنا مش عارفة مش قادرة أستحمل أو أبطل. في بيتك الأساسي يا أستاذة نسرين، هل منطق أو في البيت لا دربوكي؟ بابا هم متوفين، لا هم يعني واقفين ضد يعني، لا بيتك وكده وجوزك وكده، بس انا يعني طيب غصب حضرتك عني سنك قد إيه يا أستاذة نسرين؟ انا عندي 26، والزوج؟ عنده 31، وهو بيشتغل إيه طيب؟ هو موظف حكومي خريج إيه؟ خريج إيه؟ معاه معهد، وحضرتك؟ انا معايا معهد برضه. طيب انت حاسه ان انتوا على مستوى التفاهم بينكم وبين بعض في مسافه كبيره جدا يعني بينكم؟ هو يعني بيتعصب كده، يعني يتعصب ويزعق ومش عارف ايه، وبعد كده ايه يعني مجرد كأنه مفيش اي حاجه حصلت. طيب لما هو بيتعصب وبيغضب حضرتك بتكون موقفك ايه؟ يعني مش برد الاهانه بالاهانه طبعا ولا اي حاجه، بس انا بقعد ابكي، فهو مش عايز ان انا ابكي، يعني طيب هو هعمل ايه؟ طب مفيش حاجه بايدي. انتوا متزوجين بقالكم قد ايه؟ في شهر 2 اللي عدى 9 شهور يعني. سنة يعني. طيب تقريبا الخط قطع، تمام، فاحنا هنجيبك ان شاء الله. اتفضل يا مولانا. نسأل الله ان يشرح صدور المسلمين اجمعين، يا وان رب. يهدي بيوت يعني، ويخرج منها شياطين الانس والجن. طبعا في مشكلة كبيرة، في مشكلة الصبر. احنا اصلا عملنا زي دراسة كده عن تفاقم معدلات الطلاق في الآونة الأخيرة، كان من ضمنها او الرقم او يعني العنوان الأساسي في ايوه هذه الدراسة عدم تحمل المسؤولية، او عدم الصبر على تحمل المسؤولية. كل واحد تحصل مشكلة عاوز يسيب البيت ويمشي، عاوز يطلق، عاوز تتطلق. الأسهل دلوقتي هو الانهيار، تمام، وضريبته كبيرة جدا، وليس التمسك والصبر. وليس التمسك والصبر. ايوه فإحنا عندنا مشكلة بين اتنين. أي مشكلة بين اتنين، الله عز وجل يقول في القرآن: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لو الاتنين ناويين خير، ناويين خير، ربنا هيوفقهم للخير. تمام. أي مشكلة على أي مستوى، سواء كانت مشكلة مادية أو فكرية أو عاطفية أو جسدية أو أي مشكلة من مشكلات الحياة الزوجية، جميل، نقدر نحلها لو احنا الاتنين حابين إن احنا نكمل. فأنا بنصح الأستاذة نسرين إن احنا لما الزوج يغضب احنا نهدى، ونبقى عارفين ومتأكدين ان هي ساعة غضب وهيرجع ويروق زي ما هي قالت، وبيهدى مرة تانية. هنا التعليم بقى، اللي احنا كلمة اللي احنا نبقى عارفين، يعني انت عارف ان يحصل مشاكل، وعارف ان يحصل نرفزة في وقت معين، وعارف ان في حالة وفاة تحصل لك في حياتك، حد قريب منك جدا جدا. فلما بتكون عارف الكلام ده وعارف جزاؤه ايه، وان الصبر في اللحظة ديت اهم مرحلة فيها، بيبقى كأنك مذاكر او متمرن صح او متعلم صح.